الحديث اللي اتمسح مش تلبيه لدعوه الدكتور هشام قنديل، لا، لان ده تحليل لذكرى من فقدوا عينهم ومن استشهدوا في نفس الشارع ده وكل شوارع ميدان التحرير. بعدين شارع محمد محمود هو اصبح رمز للثوره، لانه الشارع اللي شهد احداث عنف بين الامن المركزي وبين المتظاهرين اللي كانوا لهم مطالب مشروعه. عشان كده نازلين النهارده نكمل المسيره من خلد الثوره اللي هي محفوره جوه قلوبنا كلنا يعني كنشطاء او متظاهرين، ونعيد رسم ما تم ازالته من محليات مجلس محلي بطريقه احسن وباهتمام اكثر. بتتهموا المجلس المحلي بان هو اللي شال الرسومات؟ هو فعلا المجلس المحلي هو اللي شال الجرافيتي. انا عايزها واحد بيداني تحتيها. اعتقد بحسن